دايما بشوف انبهار ناس كتير قوي بمطبخي، رغم ان هو بسيط جدا وكله عيوب واخطاء، الا ان سبحان الله ربنا مبارك فيه ومحليه في عيني وفي عيون الناس، عشان انا راضية على كل الاخطاء الموجودة فيه. معظم الناس اللي عارفاني من زمان عارفة ان انا نقلة من بيت لبيت، فكان عندي في المطبخ القديم عمود، فاضطريت ان انا احط الرخام، مش سهل ان انا اغير الرخام. وطبعا الحيط هنا بصوا عامل ازاي مكان الرخام بتاع الناس القديم، فالدنيا مبهدلة خالص في المطبخ، لولا ان الواحد راضي والحمد لله بيعرف يتصرف، لولا انه مجملين بالشكل ده. حطيت الورق الفوم وحطيت الديكوريشن الخشب، كمان عندي هنا الرخامة، شوفوا الفاصل قد ايه وشوفوا قد ايه شكلها بشع، بس بجد الحاجات اللي حوالين المطبخ هي اللي بتحليه. كمان المواسير دي مش قادرة اقول لكم، الحيطة كلها هنا كلها تكسيرات وحاجات غريبة كده، حطيت الفوم برضو عشان يداري التكسير، ودهنت المواسير الاخضر دي للون الابيض، وحطيت شوية زرع وديكور كده، فالدارة خالص على شكلها. وسبحان الله الكورنر ده مبهدل جدا، رغم انه مكسر ومبهدل، الا اني راضية جدا الحمد لله، وعملت له كل الديكوريشن البسيطة دي اللي بجد مفيش حد بيشوفه الا لما بيعجب بيه. كمان الضلفة دي عندي مكسورة بقالها سنتين، محتاجة بس مفصلة، وكمان السيراميكا مكسرة بالشكل ده فبغطيها كده.